خبز الموز. النهاردة هنعمل خبز الموز، حاجة كده مختلفة تنفع فطار يبقى مختلف معنا. هنا موزتين مستويين، هنبدأ نهرسهم كويس جدا بالشوكة، وهننزل عليهم بكوباية من الدقيق ومستويين عشان يبقى سكرهم عالي، لان احنا هنا مش هنستخدم سكر. هنقلب بقى الموزتين دول مع كوباية الدقيق لحد معنا يبقى القوام بالشكل ده، تمام. وهنزل عليهم بقى ببيضة ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. لو عايزة تحطي رشة فانيليا بسيطة ممكن تحطي، ونقلب لحد ما يبقى معانا القوام عامل زي الكيكة كده. وهنجيب بقى قوالب توست كده نرشها برشة من الزيت يعني، وهنحط فيها الخليط حسب يعني. لو عندك القالب التوست كبير شوية هتحطي كل الخليط ده فيه، لو صغير زي ده هنقسمهم على اتنين وهندخلهم الفرن على درجة 180 لمدة نص ساعة، ويطلع معانا بالشكل ده. وهنبدأ بقى نقطعه ونقدمه للأطفال وبألف هنا وشفا.